السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتشتكي من التحميل عندنا، بنفتح المتصفح بتاعنا، يستحسن ان انت يكون عندك في التليفون بتاعك فايرفوكس، ابعد عن جوجل كروم ده لان كله اعلانات مزعجة. بختار على اي رابط من ده، اضغط من هنا بيديني الموقع بتاعي يحمل، بعد كده موقع لينكاوي بلاقي كده علامة اكس اللي اعلنها اسود ديت، تمام. احاول اضغط عليها عشان اعمل لها انتهاء. تمام، طبعا هو فتح صفحة إعلانات، فأنت تعمل تضغط اللينك. هي حلاوة الفايرفوكس في كده. افتح تاني ان هو بيبقى موجود في الصفحة نفسها. باجي كده اللي هي التبادل اللي فوق دي، ماشي، برجعها تاني، افتح الرابط بتاعي. حاول اقفل اي صفحة تفتح لي كلوز، بس يحمل شوية، معلش بطيء. بيقول لي يرجى التحقيق من المربع الاسفل، بس طبعا لازم اضغط اكس. بشيل اي صفحة ملهاش لازمة، يفتح لي تاني، حاول تاني. ايام النوت روبوت، اضغط هنا للمتابعة. بيقول لي بيعد 2 ثانية، انزل تحت، ارجو الانتظار حصول على الرابط، قلب الرابط تحت الاخضر، يعتبر كده فتح معاك. بس طبعا معلش معذرة في التأخير، بس اهم حاجة بقى تستخدم الفايرفوكس، بحيث ان انت اي حاجة تعرف تعملها تختار بقى لو انت عايز تحذف دي او احذف اللي تحت. وبالتوفيق والسلام للجميع ان شاء الله.